بايدن يتخلى عن شعار ما ننطيها، وجزار المطار يقترب من البيت الأبيض. اللي صار إنه البارحة جو بايدن أعلن انسحابه من السباق الرئاسي الأمريكي، ورشح نائبته كاميلا هاريس لإكمال السباق بمواجهة دونالد ترامب. انسحاب بايدن ما له علاقة بمشاكله الصحية، بل السبب كما سربت الصحافة هو تراجع حظوظه باستطلاعات الرأي اللي أجريت قبل أيام من إعلان انسحابه. الرجل اقتنع أنه ما يقدر ينافس ترامب، لهذا قرر الانسحاب. الآن بحال ترشحت هاريس رسمياً، متوقع أن تكون سياستها امتداد لسياسة بايدن والديمقراطيين، ومعروف شنو توجههم تاريخياً بالملفات الخارجية. الديمقراطيين ما يفضلون الخيارات الراديكالية كالحروب، وتركيزهم منصب على حلحلة الأزمات المزمنة سياسياً، لا سيما بالشرق الأوسط، وإذا اضطروا لممارسة الضغوط فيفضلون العقوبات الاقتصادية والمالية. بالمقابل الجمهوريين معروفين بالحلول العنيفة، وأكبر دليل هو غزو العراق كان قرار جمهوري، بينما الانسحاب تم بعهد الديمقراطيين. نفس الشيء بخصوص اغتيال قاسم سليماني وبمهدي المهندس، الحدث صار بعهد ترامب اللي ينافس هاريس حاليا بالانتخابات القادمة، هاي إذا ترشحت هاريس. بل حتى القرارات الاستراتيجية الكبرى مثل الاتفاق النووي مع إيران يخضع لنفس المنطق. أوباما الديمقراطي اتوصل إليه، بينما ترامب الجمهوري انسحب منه. هسه شنو وضع العراق بهاي المعمعة؟ العراق وضعه صعب، لأنه واقع بين حانة ومانة، طهران من جهة وواشنطن من جهة، محور المقاومة من جانب، ومحور أمريكا وإسرائيل والمطبعين العرب من جانب. نقول العراق واحنا نعني المؤثرين الأساسيين بصنع قرار السياسي، من هم الشيعة، خصوصا المتشددين داخل الإطار والفصائل. الجماعة يطلبون ترامب ثأر بسبب سليماني والمهندس، ناهيك عن أنه ترامب نفسه ينوي تشديد الضغط على إيران، ونعرف شنو تأثير إيران بالعراق، فشلون ممكن التعامل بهذا الملف المعقد. مو لازم نحسب الأحساب لو نذبها على الساطور على قولتهم. بل حتى إذا هاريس فازت، أليس من المفروض أنه نترك مساحة للحكومة حتى تنظم العلاقة مع واشنطن؟ القصة ما تتعلق فقط بالانسحاب، بل بمنظومة كاملة من المصالح الاستراتيجية المتبادلة بالاقتصاد والمال وبقية القطاعات. الضغوط اللي جاي تزداد هالفترة من قبل الفصائل المسلحة مو من مصلحة أحد، ولا سيما هناك تغييرات دراماتيكية بالمنطقة وبأمريكا نفسها. الخلاصة، العراق ما لازم ينتظر، على العكس المفروض يحسب حساباته، وبدل ما يشتغل بمنطق اللي ياخذ أمي يصير عمي، لازم يتحزم للواوي بحزام سبع مثل ما يقولون. ونتمنى الكل يفتهم هالشيء، مو ناس الجرطول
وناس تجر عرض وناس تستعرض وناس تحكي وناس تهوس. افتهموا الدنيا وين رايحة. في مال